مهم الواحد يشد الحزام ويرحل ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الراية. انطلاقاً من الماضي ومروراً بالحاضر، تثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها نموذج عالمي مبتكر في تمكين الشباب عبر الإيمان بقدراتهم وطاقاتهم، حيث تحرص قيادة الدولة في كل خطوة على تعزيز دور الشباب وأعدادهم لمواجهة تحديات الغد. لذلك سخرت جميع مؤسسات الدولة الأدوات والوسائل التي تدعم جهود الشباب لبناء وطن يعتمد على اقتصاد معرفي ومستدام، واعتمدت مختلف البرامج والمبادرات لتفعيل مشاركة الجيل الجديد في العملية التنموية الوطنية. فتحت مظلة المؤسسة الاتحادية للشباب وغيرها من المؤسسات الوطنية أطلقت العديد من المبادرات، ومن ضمنها الحلقات الشبابية، وهي منصة شبابية حوارية لمناقشة قضايا الشباب وتطلعاتهم. فخر، هذه المبادرة تهدف إلى جعل الفخر بالتضحية والعطاء للوطن هوية وطنية، ويهدف موجه 100 إلى توجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات. كما تشكل مبادرة بمجهود الشباب نقلة نوعية لتوظيف مهارات الشباب للعمل على مختلف المشاريع الوطنية. وضمن مبادرة بمجهود الشباب افتتح مقهى فلو الذي يعد مقهى ومنصة اجتماعية تقدم تجربة نوعية للتواصل. ويأتي البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي لتعريف الشباب بالقيم الإماراتية وتعزيزها ونشرها للعمل بها. أما خلوة الشباب فهي خلوة وطنية يشارك فيها الشباب في وضع أجندة عمل وعرضها على القيادة. أجندة الشباب هي أجندة وطنية تهدف لأن يكون الشباب الإماراتي نموذجاً للتأثير الإيجابي في العالم. ويعد برنامج قيادات حكومة الإمارات برنامجاً لبناء قيادات متميزة وواعدة وتطويرها ضمن أفضل المعايير العالمية. أما محطة الشباب فهي محطة توفر للشباب فرصة إطلاق مشاريعهم التجارية مجاناً من خلال محطات خصصت لهم. وأخيراً تفعل مبادرة شباب 101 قنوات التواصل بين الشباب والجهات الحكومية للتعرف على طريقة عمل تلك الجهات. ونحو المستقبل تسير دولة الإمارات بطموح شبابها، ويبنى المستقبل بطاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، وينجز التقدم نحو غد مزدهر بسواعدهم.